إذا جئنا إلى طول الصلاة ذكر عن بعضهم أنه كان يصلي 300 ركعة في اليوم، في اليوم والليلة طبعا. وذكر أحد طلاب العلم أن شيخه أقام درسا بعد الفجر، ولما فرغ من الدرس توضأ وقام يصلي إلى الظهر، ثم بعد صلاة الظهر بدأ يقرأ القرآن إلى صلاة المغرب. فتعجب هذا الطالب فسأل أهله، فقال هذا صنيعه من سنوات عديدة، هذا صنيعه هذا الشخص، كم من الوقت الذي نقضيه مع القرآن. كان كما ذكرت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاته، كان يصلي معظم الليل، وكان أحيانا يقيم الليل بآية يرددها، كما ذكر أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة بقوله سبحانه إن تعذبهم فإنهم عبادك، قضى الليل بأكمله وهو يردد هذه الآية. وكان كثير أيضا من الصحابة والتابعين وقصص عديدة ومشهورة أنهم كانوا أحيانا يقيمون الليل بأكمله بآية، وما ذلك إلا لخشوع قلوبهم. ذكر مرة عن الإمام سالم بن راشد الخروصي رضي الله عنه ورحمه أنه خرج من المسجد بعد صلاة العشاء، فبعد في خارج المسجد كان وجد مفترق طريق، كان يوجد مفترق طريق، فبقي هناك ومر عليه المؤذن وهو راجع إلى بيته، ثم عاد المؤذن لصلاة الفجر فوجده على وقوفه، فقال له يا إمام لا زلت على هذه الحال؟ قال تذكرت آية فبقيت أفكر فيها، وهي قوله سبحانه فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال له يا إمام، فظن الإمام أن المؤذن ذاهب إلى بيته، فقال له يا إمام إني ذهبت إلى البيت ونمت ورجعت الآن لأذن للفجر. فقال والله ما دريت بالوقت. هذا المقصود بحضور القلب، هذا المقصود بالخشوع. عندما نتكلم عن الخشوع، أن تخشع هو أن تدمع عيناك